ناتي الى مواد اخرى. احنا حقيقه انا شخصيا معترض بالاساس على قانون الصحافه والنشر وقانون المطبوعات. جينا في المواد 7 والمواد 9 اكدنا على هذا الموضوع بالمساس بالقران الكريم والمساس بالذات الالهيه والمساس في بعض المعتقدات. عقوبات مغلظه، هذا قضايا يرجع الى الفكر، الى الثقافه، الى راي الانسان في انسانه وفي عقيده او في دين او في طائفه او ما شابه ذلك. كان مفروض ان هذه القضايا نبعدها عن هذا القانون. هذا القانون ممتاز وجيد لو ركزنا على القضايا بالنسبه للمواقع الالكترونيه واستغلال المواقع الالكترونيه سواء بقضايا المخدرات، بقضايا الارهاب، دعم الارهابيين، دعم المؤسسات الارهابيه وما شابه ذلك، ووخرنا القضايا الراي والفكر والحريات في هذا القانون، احنا نوافق عليه. اما من ينتقد شخصيه، من ينتقد نظام، من ينتقد شخصيه كذا بعض القضايا وندخلها في هذا القانون، انا اعتقد هذا الشيء خطير. بس أود أن أذكر بنقطة مهمة جدا، كل ما ذكره النائب الفاضل صالح عاشور أساسا هذا موجود في قانون الجزاء الحالي، وبالتالي مثل ما تفضل اصدرت أحكام واصدرت بوجهة نظرة أنها مبالغ في عقوبة الجريمة. اليوم هذا قانون آخر، القانون هذا القانون الخاص يقيد العام، وبالتالي اليوم احنا لما نذكر بموجب هذه المواد اللي موجوده قد تكون افضل بكثير من قانون الجزاء التقليدي في بعض الحالات، وتسبق العمل الاجرامي اللي يوصف فيه التهمه. وآية ذلك ان الاساس من هذا المشروع هو لا يتعلق فقط في موضوع مغردين، هو أساس القانون يتعلق في ارتكاب جرائم جسيمة، الاتجار في المخدرات، ترويج المخدرات، إنشاء تنظيمات إرهابية، وهذه أساسا موجودة في قانون الجزاء. لكن الجرائم المستحدثة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة باتوا المجرمين يستخدمونها في وسائل تكنولوجية أخرى. إذن لما نتكلم نقول أن اليوم بعض العقوبات اللي توصل إلى 10 سنوات، هذه العقوبات أساسا في قانون الجزاء قد تصل إلى الإعدام. اليوم الجريمة، وسائل استخدام الجريمة تغير، بدلا من مثلا المخدرات الاستلام والتسليم أصبح الآن استخدام طرق حديثة في وسائل التكنولوجيا. أما فيما يخص قضايا الرأي، أنا لا أعتقد أن اليوم كل ما ذكر في هذا القانون يتعارض مع حرية الرأي، ومتأكد تماما بأن اليوم لما نتكلم مثلا المساس في الذات الأميرية، المادة 34 والمادة 35 من جرائم أمن الدولة الداخلي يناقش هذا الموضوع، وموجود في هذا النص. زين، والنص في الدستور ايضا عدم المساس في الذات الاميريه. اذا هناك مواد لا نستطيع ان نحاج فيها وهي اساسا موجوده، قانون جرائم امن الدوله الداخلي او جرائم امن الدوله الخارجي او جرائم اخرى وردت في قانون الجزاء الكويتي او قانون المطبوعات او قانون المرئي والمسموع. كل ما هنالك ان هذا القانون يتعلق في الجرائم المستحدثة في تقنية المعلومات لا أكثر. شكرا للأخ الرئيس.